انت عشت ازمه صعبه جدا، ازمه المنشطات، وما اكذبش عليك انا بشكل شخصي قلت كريم بامبو هيرجع بنفس المستوى اللي كان قبل كده ولا لا، رجعت افضل من الاول كمان. والله عديت المرحله الصعبه دي ازاي؟ هي دي يعني نصع فتره حياتي. حوار انت حاجه انت بتحط يعني مالكش دعوه بيها، اتحطيت فيها يعني. هو للاسف انت بتاخد حاجه تخسيس، وجئت ان هي وقفتك 4 شهور حاجه مالكش دعوه بيها خالص بس. فلكن لا انا بعمل، انا كل سنه بحب اطور من نفسي يعني. ال4 شهور دول ضروني بس استفدت منهم ان انا بجهز نفسي، بدوس على نفسي، اتمرن كويس، شالت مني انا بقالي فتره كتير قوي تحت ضغط ان انا كل الدوري عندنا في مصر كل سنه لاحم في بعض يعني. مفيش مثلا فرصه انت تاخد اجازه، خدت اجازه ريحت اعصابي شويه يعني. انا استفدت منها واتضريت واستفدت يعني، ما كانش وحش وما كانش حلو. صحيح. مركز مع البنك الاهلي الموسم ده والموسم اللي بعده، ولا الموسم اللي بعده ممكن إن شاء الله يكون في خطوه ثانيه؟ لا بص، انا مركز يعني موسم بموسم، بموسم. انا يعني انا البنك مش قصدي حاجه، من احسن يعني احسن النوادي اللي في مصر. صح. الاداره بتاعته بجد والله العظيم، اللي هو اشرف نصار، سيد محمد عبد المنعم، محمد حاتم، مدير الكوره كابتن كريم، المدير الفني كابتن خالد يعني. لا كل منظومه كلها باللعيبه، اللعيبه من اجمل يعني، من احسن واجمد اللعيبه اللي لعبت معاها بصراحه. اللعيبه اخلاقيا، الكوره كل حاجه حلوه، المنظومه انت عايز تلعب كوره بصراحه، انت تلعب كوره مفيش مشاكل، مفيش يعني انت بتلعب كوره بس يعني. كل واحد عارف هو بيعمل ايه. الاول هو اشرف نصار بصراحه، ومساعدنا جامد جدا، ما عندوش، مش حاططنا تحت ضغط، بالعكس يعملوا صح، يلعبوا صح، يلعبوا كويس، يعملوا والباقي ده بتاع ربنا. فلا الدنيا جميله يعني، النادي محترم جدا، فانا مبسوط فيه يعني. صحيح. كابتن كريم بامبو لاعب البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.